للتغذية الصحيحة وظيفة رئيسية في تحسين الأداء الرياضي. تعالوا نسمع من الخبراء. وشو هي كمية البروتين المثالية للاستهلاك في الوجبة الواحدة؟ الجواب إنه الكمية المثالية هي حوالي من 20 إلى 40 جرام بروتين بالوجبة. طبعاً هذا الإشي بتعلق بعدد الوجبات في اليوم وبالوزن كمان. كيف منحسب؟ بين 0.25 ل 0.4 جرام بروتين لكل كيلو جرام من وزن الجسم.